حقق وفد مملكه البحرين متمثلا بوزاره التنميه الاجتماعيه المركز الاول عن افضل عرض مسرحي متكامل في المهرجان المسرحي السابع للاشخاص ذوي الاعاقه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي نظمته وزاره التنميه الاجتماعيه والاسره بدوله قطر الشقيقه وبهذه المناسبه اعرب سعاده السيد اسامه بن صالح العلوي وزير التنميه الاجتماعيه عن فخره واعتزازه بهذا الانجاز الذي يعكس تميز المواهب البحرينيه وقدرتها على تحقيق النجاحات في مختلف المحافل الثقافيه والفنيه مؤكدا التزام الوزاره بمواصله دعمهم وتوفير الفرص التي تتيح لهم الابداع والتالق في اثراء المشهد الثقافي والفني. كما هنأ فريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح مثمنا سعادته جهودهم التي أثمرت في تقديم عرض متكامل يعكس قيم الإبداع والعمل الجماعي مشيرا في الوقت ذاته بجهود دول مجلس التعاون لدعم الفعاليات التي تسلط الضوء على إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات